بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة الكنيسة بتحتفل بعيد من الأعياد السيدية، عيد التجلي. عيد التجلي لما ربنا يسوع المسيح أخذ معاه 3 تلاميذ، خد معاه بطرس ويعقوب ويوحنا، وصعد على جبل طابور، وهناك وجهه ابتدى يضيء كالشمس، وثيابه بقت براقة كالتلج، لونها أبيض زي التلج. وأيضا ظهر معاه إيليا وموسى، وظهروا بمجد. يعني مش بس سيد المسيح كان بمجد، ولكن إيليا وموسى أيضا ظهروا بمجد. فالثلاث تلاميذ لما شافوا المنظر الجميل ده، بطرس قال له: يا رب نعمل 3 مظال، 3 خيم، واحدة ليك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا، وخلينا قاعدين هنا. وقالوا له كده: جيد يا رب أن نكون ها هنا. ولكن وهو بيتكلم لقى في سحابة، والسحابة ترمز دايما لحلول الله. سحابة جت وغطتهم، وبعدين صوت من السحابة اللي هو صوت الله الآب بيقول نفس الكلام اللي قاله وقت ما سيد المسيح اتعمد، قال: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. وبعد كده وقعوا التلاميذ من الخوف، ولما وقفوا اختفى المنظر، ونزلوا من الجبل، والسيد المسيح قال لهم: ما تقولوش حاجة لغاية بعد القيامة من الأموات. ايه أهمية العيد ده؟ لما نبتدي نقرأ العيد في إنجيل، هو ذكر في متى وفي مرقس وفي لوقا. متى ومرقس ولوقا. يوحنا ذكروا بس بطريقة، قال: ورأينا مجده، بس إنما ما شرحش الديتيلز. فلما قال ورأينا مجده مثل مجد وحيد، ده مجد لابن وحيد من الآب. كلمة ورأينا مجده كان بيتكلم على التجلي. متى ومرقس يقول وبعد 6 أيام، إنما في لوقا يقول ونحو 8 أيام. هنا في نقطتين. النقطة الأولى: ليه متى ومرقس اختلفوا عن لوقا؟ وإيه السيجنيفيكانس بتاع رقم 6 ورقم 8؟ وبعد كده لما الكتاب يربط، لما تيجي تقرا في الكتاب المقدس يقولك وبعد 6 أيام او بعد 8 أيام او بعد كم يوم، يعني يبقى الحدث ده له علاقة بالحدث اللي قبليه. عشان كده لما نفهم الحدث اللي قبليه ده يشرح لنا الحدث اللي بعديه. واحنا امبارح في العشية شرحنا ايه اللي حصل قبل 6 أو 8 أيام. ببساطة كده السيد المسيح شفى 1 أعمى في مرحلتين. الأول شاف الدنيا كأشجار، وبعد كده شاف كل حاجة كلير. بعد كده المسيح قال لهم: الناس بتقول عني أنا مين؟ قالوا ليوحنا المعمدان، أرمية، إيليا، واحد من الأنبياء. قال لهم: وانتوا بتقولوا مين؟ بطرس قال له: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فالسيد المسيح قال له: طوباك يا سمعان ابن يونا، لحما ودما لم يعلن لك هذا، ولكن علاقتها بالتجلي. بعد كده السيد المسيح يقول لهم كليرلي ان ابن الانسان سيسلم الى ايدي الامم وهيصلبوه ويقتلوه. دي اول مرة المسيح يتكلم كليرلي. يعني شوف ترتيب الاحداث. بعد ما هو اعلن لهم ان هو المسيح، ابتدى يتكلم على الامه. ليه؟ في الذهن اليهودي ان المسيح ده هيبقى ملك ارضي، فربنا ابتدى يصحح هذا المفهوم. بطرس الكلام اللي قاله المسيح ده كان صدمة بالنسبة له، ان ايه ده؟ هو المسيح هيتألم؟ ده انت ملك اسرائيل، انت اللي هتخلصنا من حكم الرومان وتعيد مجد مملكة داود، ازاي بتقول انك انت هتصلب وتموت؟ فقال له: حشاك يا رب. فلما قال له حشاك يا رب، قال له: خلي بالك يا بطرس، اللي بيتكلم على لسانك دلوقتي الشيطان. من كم دقيقة لما قلت انت المسيح كان اللي بيتكلم على لسانك الله الآب.
دلوقتي اللي بيتكلم على لسانك الشيطان، عشان كده قال له ابعد عني يا شيطان انت معثرة لي. قاعدين نكلمهم على من اراد ان يكون تلميذا ينكر نفسه يحمل صليبه ويتبعني. يعني عايز يقولهم الصليب ده مش لي انا بس، الصليب ده لكل ولادي، لان الصليب بقى هو طريق المجد، الصليب بقى طريق المجد. فيبقى الاحداث اللي قبلها بست او ثمان ايام اتكلم على الصليب واتكلم على القيامة والمجد، الصليب والقيامة والمجد. طيب ليه ستة وتمام؟ هنفترض ان الكلام بتاع السيد المسيح كان الحد اللي فات، والنهاردة حد التجلي، يوم التان انكلودت اليومين، الحد اللي فات والحد النهاردة. طيب ليه الروح القدس هو عايز لخبطنا الروح القدس؟ ما هو الاناجيل اتكذبت بوحي من الروح القدس. ليه قال ستة وتمانية؟ لان ستة وتمانية ليهم علاقة بكل اللي احنا بنقوله. ستة يرمز الى الصليب، يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة سمرت على الصليب من اجل الخطية التي تجر عليها ابونا ادم في الفردوس. وتمانية يرمز للقيامة. ما هو لو الصليب في اليوم السادس الجمعة يبقى اليوم السابع السبت، يبقى اليوم الثامن القيامة. فيبقى التجلي بيعلن حاجتين لينا، بيعلن لنا الصليب وبيعلن لنا القيامة، الاثنين الصليب والقيامة. لأنه لا توجد قيامة من غير صليب، ولا يوجد مجد من غير ألم. إن كنا نتألم معه فإننا أيضا نتمجد معه. علشان كده نلاقي إن إيليا وموسى يقول في إنجيل لوقا وكان يتحدثان معه عن خروجه المزمع أن يكمله في أورشليم. يعني إيه خروجه؟ موته يعني. فإيليا وموسى كانوا بيتكلموا مع السيد المسيح وبيشرحوا النبوات التي ذكرت في الناموس موسى وفي الأنبياء. ومين سمع الكلام ده؟ سمعوا بطرس، وسمعوا يوحنا، وسمعوا يعقوب. فكانوا بيتكلموا على الصليب علشان لما يشوفوا المسيح وهو مصلوب ما يبقوش متشككين فيه. فيبقى هنا الأحداث، ربنا أعلن أنه هو الله المتجسد، موسى وإيليا ابتدوا يشهدوا عن خروجه وموته وقيامته. ومش كده وبس، إنما تحط الله الآب أعلن وأكد أن يسوع ده هو المسيح، هو الابن الذي تجسد وصار إنسانا. وقال الذي به سررت، أنا سررت لأنه بيتمم الخلاص المزمع للبشرية، وبيقول لنا له اسمعوا. لو خدت بالكم النهاردة في رسالة الكاثوليكون من بطرس الأولى، بطرس بيقول إيه؟ بيقول لأننا لم نتبع خرافات مصنعة. قال لما احنا كنا بشرناكم بالصليب وبشرناكم بالقيامة، دي مش تمثيلية ولا خرافة ولا ميثولوجي، لا ده حقيقة. لأننا لم نتبع خرافات مصنعة، إذ عرفناكم بقوة المسيح ومجيئه كنا معاينين عظمته. قال أنا بقى واحد من الناس بوداني من الله الآب وهو يكرم ابنه ويمجده قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به. ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا معه في الجبل المقدس. فقال احنا كنا معاه في الجبل المقدس، جبل التجلي، واحنا سمعنا الصوت ده الذي يشهد عن لاهوت المسيح، يشهد عن صليب المسيح وموته، يشهد ايضا عن قيامته. وبعدين يقول ايه؟ وعندنا الكلمة النبوية وهي ثابتة. ايضا عندنا كلام الانبياء، لان انا سمعت برضو موسى وإيليا، ده انا شفتهم بعناية على جبل التجلي. موسى يرمز الى الناموس، وإيليا يرمز الى الانبياء، وهما الاثنين شهدوا. عندنا الكلمة النبوية وهي ثابتة التي تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها كما الى سراج منير في موضع مظلم الى ان ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. كده ابتدينا نفهم
قصة التجلي، ان التجلي ده ربنا عايز يؤكد للتلاميذ ثلاث حاجات. يؤكد اول حاجة لاهوته، عشان كده اعلن مجده، وايضا هذا المجد لما احنا نصير واحد معاه باتحادنا معاه يصير مجدنا احنا ايضا، فنتمجد معه. عشان كده موسى وإليا ظهروا بمجد، عشان ربنا عايز يقول لنا المجد ده مش مجدي بس انا ليا، انا هاعطيكم هذا المجد ان كنا نتألم معه فاننا نتمجد معه. وايضا الحاجة التانية عايز يتكلم على الصليب، وهنا رقم 6 وألامه. فالمسيحية من غير صليب لا تصير مسيحية، المسيحية مبنية على الصليب. والحاجة التالتة ايضا عايز يتكلم على قيامته، لان لو ما قامش المسيح لهو اتصلب ومات زي ما بولس الرسول بيقول كنا اشقى جميع الناس، اشقى جميع الناس. طيب ايه علاقة ده بالكلام اللي قبليه؟ ما هو قبل 6 ايام هو كلمهم على ان هو المسيا، كلمهم على صليبه، وكلمهم على قيامته، بس كلمهم على حاجة تانية، قالوا على هذه الصخرة ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها. فربنا قال انا هعمل لكم جبل تجلي. جبل التجلي ده اللي هو الكنيسة، الكنيسة بقت هي جبل التجلي. لما بنيجي في الكنيسة بنعاين مجد الله، لان معانا على المذبح يقولك هو ذا كائن معنا على هذا اليوم على هذه المائدة عمانوئيل إلهنا حمل الله الذي يحمل خطايا العالم. فأنا عندي الحمل المذبوح القائم، حمل مذبوح قائم في الكنيسة، فالكنيسة بقت المكان الجبل المقدس اللي احنا بنصعد إليه لكي ما نعاين مجده، وبعد كده نتملي احنا بهذا المجد ونخرج إلى العالم كنور للعالم. لما تحضروا تدشين كنيسة، لما بنعمل سهرة طول الليل وفي اخر السهرة دي نتشن الكنيسة، مش كان على تدشين المذبح، تدشين الكنيسة كلها، انجيل تدشين الكنيسة بيبقى انجيل التجلي، بنقرأ من متى ومن مرقس ومن لوقا اصحاحات التجلي. لان انا وانا بدشن الكنيسة بقول الكنيسة دي هي ايه؟ جبل التجلي، هو ده المكان اللي انا بنرى مجد المسيح فيه ونمجد معه، هو ده المكان اللي بنعلن فيه صليبه وقيامته. ولألا ننسى هذا تلاقي الكنيسة في الحيطة الغربية وانتوا خارجين الايقونة اللي موجودة ورا ايقونة ايه؟ ايقونة التجلي. يعني هنا حتى حطينها ورا كده ايقونة التجلي، ليه؟ عشان واحنا خارجين ده مكان ايقونة التجلي بيبقى على الحيطة الغربية، واحنا خارجين عينينا على التجلي. فالكنيسة زي ما التلاميذ كانوا نازلين من الجبل المقدس، ولكن هذا المنظر الجميل الرائع كان موجود في ذهنهم، فعش كده بطرس بيقول ونحن كنا معينين عظمته، لان احنا سمعنا صوته من المجد الاسنى، واحنا رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب مملوء نعمة وحق. فاحنا خارجين من الكنيسة بنبقى شعرين بهذا المجد وشعرين بالجمال اللي احنا شفناه، اللي شفناه في الكنيسة. فبنخرج مشحونين بعد ما احنا رأينا عظمته واشتركنا معه وتناولنا من أسراره المقدسة، بنخرج مملوئين هذا المجد عشان نبشر ونكرز ونعلن هذا المجد للأمم، نقول لهم تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، نعلن هذا المجد لكل واحد يقابلنا. وصدقوني يا أحبائي الإنسان اللي هو مليان بنعمة ربنا تلاقي كده وشه منير، وجهه منير. لكم على حاجة لطيفة، في برنامج في مصر المذيع فيه شخص غير مسيحي، البرنامج ده موجود، يعني اللي أنا هقول ده موجود على يوتيوب يعني ممكن تشوفوه. استضاف مرة في واحد انشق عن الكنيسة وعمل نفسه بطرك وقال أنا بطرك وكده يعني، فالمذيع غير المسيحي استضاف هذا الشخص، وبعدين في الحوار رح سأله سؤال عجيب قوي، انا كنت مستعجب ان شخص غير المسيحي ده يسأل هذا السؤال. قال له كده، قال له انا لما بستضيف مثلا قداسة البابا شنودة او بستضيف حد، كان الايام ده ايام البابا شنودة،
او حد يعني من رجال الدين بلاقي وشهم كده مريح، بلاقي فيه سلام على وشهم، ومش عارف يقول يعني نعمة. قال له لكن انا مش قادر اشوف ده فيك، ايه السبب؟ صدقوني، لان عايز انا اللي بحكي القصة دي ان حتى الانسان غير المسيحي قدر يشوف النعمة والمجد بتاع ولاد ربنا موجود في اشخاص، واللي هم ما عندهمش النعمة والمجد ده للأسف مش موجود عندهم هذا النعمة وهذا المجد. فعلا ولاد ربنا هنا ربنا بيدينا فعلا نعمة ومجد، ولكن لما نروح السماء زي ما يقول هنشرق ايضا ونضيء بمجد مع الله لانه اعطانا هذا المجد. طيب ايه بقى التجلي بالنسبة لي؟ الكنيسة عملت العيد ده، انا بقى بالنسبة لي استفيد ايه من العيد ده؟ ماذا يعني هذا العيد بالنسبة لي؟ يعني الاتي، يعني اول حاجة اني طريق المجد هو الصليب والألم، ده طريق المجد، وربنا قال كده من أراد أن يكون لي تلميذا ينكر نفسه يحمل صليبه ويتبعني. في ناس مننا بتعمل زي بطرس، يعني تعمل زي بطرس. بطرس على جبل التجلي قال إيه؟ قال له جيد يا رب أن نكون ها هنا. ولما المسيح أخده في جثماني بطرس عمل إيه؟ نام وما قدرش يصلي معاه، وربنا قال له أما استطعتم أن تصاروا معي ساعة واحدة؟ وبعدين لما خدوا الجلجثة أو في دار الولاية للمحاكمة بطرس عمل إيه؟ أنكروا. أحيانا إحنا نحب ربنا لما يكون إحنا عايشين في تجلي، تكون حياتنا كده ما فيهاش ضيقات وكله كويس، نيجي الكنيسة ونحب ربنا ونتكلم عن ربنا ونقول جيد يا رب أن تكون أن نكون ها هنا. ربنا كده يسمح بتجربة أو يسمح بضيقة، نبتدي نتذمر ونبتدي نقول فينك يا رب، وممكن نبتدي نزعل من ربنا ونخصمه ونبطل نيجي الكنيسة وننكره زي ما بطرس عمل. لكن الكنيسة النهاردة بتعلن لنا اللي عايز يطلع على جبل التجلي معاه لابد ان هو يمشي معاه ايضا في طريق الالم. فاكرين الترنيمة بتاعت حيث قاداني اسيره، يقول ولو الى جثماني ولو الى الجلجثة، في اي مكان يا رب انت هتقودني طالما انت معايا، وان سرت في وادي ينكر نفسه ويحمل صليب مشاكل. لان احنا عايشين في عالم فسد، الانسان الذي يتقوى بالله ويتقوى بنعمة ربنا ويحمل صليبه بفرح ويشكر ربنا عليه ويدخل من الباب الضيق ويحتمل الألم من أجل المسيح، ده الإنسان اللي هو هيتمجد. أيضا في نوع تاني من الألام اللي هو بقى بتجيلنا بسبب أمانتنا، بسبب مسيحيتنا، بسبب برنا. طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم، ده المجد اللي هناخده عظيم في السماوات. وفي نوع ثالث من الضيقات، يبقى في ثلاث أنواع من الصليب. صليب اللي هو صليب المشاكل والأمراض والضيقات والأزمات والاقتصاد اللي احنا كلنا بنمر بيه. الصليب الثاني اللي هو نضطهد من أجل مسيحيتنا أو من أجل أمانتنا أو من أجل برنا أو من أجل أن احنا بنقول الحق. أما الصليب الثالث هو الإنسان الذي يضيق على نفسه. يعني واحد مثلا لما أنت بتصوم، ما ده نوع من أنواع التضييق على نفسك. لما أنت مثلا بتيجي وتصحى بدري عشان تصلي قبل ما تخرج، ده نوع من أنواع التضييق على نفسك. لما تيجي مثلا تساعد من أموالك المحتاجين، ما ده نوع من التضييق على نفسك. أنت هنا بتضيق على نفسك من أجل الله، من أجل الله علشان تنمو في الشركة مع الله. ف اللي عايز يبقى تلميذ للمسيح ينكر نفسه، يعني لا يؤله ذاته، لا يشبع رغباته، بل يشوف ما هي إرادة الله في حياتي، ويحمل صليبه، سواء الضيقات اللي بتيجي علينا أو الاضطهاد الذي يأتي علينا أو الباب الضيق اللي احنا بندخل فيه بكامل إرادتنا، ويتبعني. يتبعني يعني يحط
وصية المسيح أمام عينه ويمشي خطوة خطوة وراء المسيح. اللي هيتبع المسيح، المسيح انتهى فين؟ في السماء عن يمين الله الآب. فاللي هيمشي وراء المسيح هينتهي فين؟ في السماء أيضا، يمجد مع المسيح. فيبقى التجلي بالنسبة لي، التجلي بالنسبة لي هو ان انا انكر نفسي عشان انا امنت بالمسيح، احمل صليبي، احنا شرحنا ثلاث انواع بالصليب، واتبع المسيح. هنا مجد المسيح سيكون مجدي، وهاخد كرامة ومجد لاننا كنا نتألم معه فاننا نتمجد معه. والكنيسة بقى في جمالها، عشان كده ربنا قال على هذا الصخر ابن كنيستي. الكنيسة بقى قالت لنا ان الكنيسة دي اللي احنا بنجيها وبنخش فيها دي بقى جبل التجلي، لاننا اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كاننا قائمون فين؟ في السماء. فالكنيسة دي جبل التجلي. فكل مرة انت بتيجي الكنيسة، الكنيسة بتفرج جارك بعيد التجلي. يعني التجلي ده مش بس يوم في السنة، كل مرة بتيجي الكنيسة ده انت صعدت على جبل التجلي، بتعين مجده، بتاخد النعمة، تاخد البركة، بتتشحن روحيا، وبتخرج من الكنيسة كأنك نازل من الجبل المقدس إلى العالم لكي ما تكرز وتبشر وتقول للناس ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، وترجع تاني للكنيسة في المرة اللي بعدها تمتلئ من مجده وتخرج تاني تبشر للعالم. ده عيد التجلي بالنسبة لنا. ربنا الذي ظهر بمجد على جبل التجلي يشرق في قلوبنا بنور معرفته الحقيقية لكي ما نعرف ونتحد معه ونكرز باسمه فنكون مشاركين في مجده كما في ألامه. لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، آمين.